لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. كنت اتمنى ان كابتن احمد حسام ميدو ينتبه الى غياب شيكابالا عن حضور مباراه النادي نادي الزمالك بالامس امام سيراميكا، فيما سبق له حضور مباريات النادي الزمالك خلال ايقافه حتى مباراه الاسماعيليه سافر فيه. والسبب هو هناك ازمه بين شيكابالا والاداره الجديده بسبب انه محسوب على الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، والحفل الذي اقيم في منزله سوري في مستشفى الناس لتكريم الفريق على الفوز بالدوري وتوزيع المكافئات عليهم. وكل الناس قالوا في نادي الزمالك للاداره الحاليه وهم حتى بره ان شيكابالا هو اللي رتب الموضوع وكذا 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 وكذا. ده كلام انا ما يعني ما ينفعش نبدا ازمه مع لاعب موقوف اصلا باقي في ايقافه مباراتين، هما المباراتين اللي هيتلعبوا في نهايات ديسمبر، وبعد كده ترفع عنه الايقاف في محاولات لرفع هاتين المباراتين. لكن تواصلنا مع المسؤولين في اتحاد الكره المصري قال ما ينفعش تخفف المخفف، يعني هو تظلم وتم تخفيف العقوبه نرجع تاني اخفف اللي تخفف. فقالوا الكلام ده مش موجود، ما فيش نيه لرفع الايقاف، لكن توجد ازمه كبيره جدا 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 بين شيكابالا والاداره الحاليه. طبعا شيكابالا كان الناس كانت متوقعه انه حاضر امبارح مباراه سيراميكا مثل ما حضر المباراه السابقه. هو اكيد بقى اسماعيل يوسف هيرتب قاعده بينه وبين الاداره الجديده بحيث انه يلطف الاجواء ويحسن العلاقه، لان هو اتاخد ان هو اللي خد اللعيبه راح بيهم لمين؟ لممدوح عباس، بينما اصلا ممدوح عباس مرتب مع حسين لبيب وكان يدعم حسين لبيب ويسانده. خلي بالكم افتكروا بس الجزئيه دي، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل يوم هو في شأن، ما تعرفش بكره فيه ايه، خد بس الجمله دي وخلاص. ولا تعرف بكره فيه ايه، ولا تعرف مين رايح ومين جاي، ولا تعرف هي دايما مين، ولا تعرف هي دايما مين. دكتور احمد محمد حسن عبد الله، انا عارف انا بقول لك ايه في موضوع محمد صبحي، انا عارف يعني يا جماعه اعقلها يا دكتور، اعقلها يا دكتور. اسيب ابو جبل والمهدي سليمان واروح لمحمد صبحي؟ ولا هجيب محمد صبحي العبه على علي لطفي؟ طب محمد صبحي يلعب على محمد على مصطفى شوبير في الاهلي؟ يا جماعه مش كده، مش كده، يعني مش اي حاجه تتقال نصدقها. اسال اونكل ابو المعاطي زكي اسطوره اليوتيوب وعلى ما وراء البحار يقول لك كل ما يدور في النادي الاهلي بامانه. اذا كنت انا بقول لك على الاهم منه، بقول لك ابو جبل ومصطفى فتحي في قنوات اتصال مفتوحه معاه، تيجي انت تقول لي محمد صبحي وانا بقول لك لا مش محمد صبحي. حبيبي الغالي، فشيكابالا الازمه دي محتاجه الى تدخل ناس عقلاء يحسنوا العلاقه. اعتقد ان هم هيسيبوا الموضوع للوقت وللزمن في المرحله المقبله. يا عم انا ما قلتلكش ان محمد صبحي مش مدرب، مش حارس مرمى كويس، بقول لك هذا الامر لا اساس له من الصحه. وانت يتقارن بمصطفى شوبير، هتيجي تقول لي هو افضل من مصطفى شوبير، هقول لك اه عشان هو بيلعب، لكن مصطفى شوبير لو بيلعب هيبانوا هما الاثنين قبل بعض. لكن لما الاهلي يجي يجيب بديل لمحمد الشناوي بيفكر في المهدي سليمان، بيفكر في محمد ابو جبل، بيفكر في محمد بسام. نقطه من اول السطر. خلي بالك اسطوره الكوره محمود الخطيب قال لك موضوع الحارس ده في نهايه الموسم، موضوع خلص. لا مش هقول انت بتقول ايه، لان اللي انت بتقوله مضحك. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اروح مع حضرتك الى جزئيه مهمه جدا، وهي ان ازمه كبيره جدا 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 في بسبب مباراه الاهلي والرجاء المغربي التي كان مقررا لها ولم يعلن عنها بشكل رسمي اقامتها في 24 ديسمبر المقبل في مباراه السوبر. والاهلي والرجاء المغربي الاثنين تقدموا بطلب لتبكير القيد عشان الصفقات الجايه بتاعت النادي الاهلي تلعب وصفقات الرجاء تلعب. قال جايب ست لعيبه جداد فيتايدوا، ما كانوش تايدوا. فالاتحاد الافريقي لكره القدم في اجتماعاته الحاليه بالقاهره قرر تاجيل السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء الى فبراير، الى ما بعد كاس العالم للانديه التي تقام في الامارات العربيه الشقيقه. فبالتالي نقلوها، رحلوا المباراه اصلا
لفبراير بدل ما تقام في ديسمبر، يعني كده مش هيبقى في أزمة قيد في هذه الجزئية. لكن أهم حاجة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي هي المفاجأة الكبيرة، الصدام الكبير اللي حاصل بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبين المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاتحاد الدولي قال لك ايه؟ الخمسة الأوائل مع الخمسة اللي هم تصنيف تاني نعمل قرعة على مواعيد المباريات والملاعب، يعني مين يبقى ذهاب مين يبقى عودة انت وحظ. لائحة الاتحاد الأفريقي قال لك الخمسة اللي في التصنيف الأول يلعبوا مباراة الإياب على ملاعبهم، ودي ميزة. طب انت بتلعب مباراة العودة على ملعبك، عارف انت تعادلت المباراة اللي فاتت، خسرت واحد خسرت اتنين، بتبقى الأجواء ايه، بتبقى الدنيا ايه، كل الأمور دي، بيبقى الحضور الجماهيري ايه، بيبقى كل العوامل دي. فالاتحاد الافريقي النهارده حسم، قال لك لا، لائحتنا اللي هتمشي. يعني ايه لائحتهم اللي هتمشي؟ يعني مباريات الاياب، مباريات الاياب في تصفيات كاس العالم، مباريات اللي هتقام في مارس المقبل باذن الله تعالى، ستكون مباراه الذهاب عند التصنيف الثاني واحنا منهم، ومباراه العوده عند التصنيف الاول واللي احنا الفرقه اللي احنا نقابلها. ماشي. تصنيف الاول احنا كلنا حفظناه، السنغال نيجيريا تونس الجزائر المغرب، فمباريات العوده هتبقى على ملاعبه وفقا لما اقره اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم، ومباراه الذهاب هتبقى على ملاعب التصنيف الثاني، مصر الكونغو غانا مالي الكاميرون. فانت كده ده سببه ايه؟ سببه أن الأستاذ حسام البدر المدير الفني السابق للاتحاد المصري للمنتخب الوطني لكرة القدم كان يفضل عدم لعب المباريات الدولية، وبالتالي طلعنا تصنيف تاني، وإحنا ترتيبنا كان السادس، يعني كان قدامنا فرصة أن إحنا نخش تصنيف أول. فده تم الحسم النهاردة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، ودي بصراحة موجعة ومؤلمة لينا إحنا كلنا. كنا بنتمنى نبقى احنا مباراه العوده عندنا كابتن مدحت شلبي ربنا يديله طول العمر يمسك المايك ويتالق ويبدع ويقول جول 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 ويعيط وكده، ونفرح بالتاهل الى كاس العالم 2022 في قطر اللي هيبدا منافساته 21 نوفمبر باذن الله تعالى. فالتصنيف ده خلاص بقى اقرار نهائي من اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي لكره القدم بان مباريات العوده ستكون على ملاعب فرق التصنيف الاول وهي تونس الجزائر المغرب نيجيريا. تخيل بقى انت بتلعب العوده مثلا في المغرب او تونس او الجزائر او السنغال او نيجيريا، يبقى لازم انت فاز في القاهره على الاقل ثلاثه.